مرحبا في الحلقة 17 من الطريق إلى كندا. في الحلقة راح نحكي شغلات مهمة، تابعوا الحلقة للنهاية عشان تستفيدوا. مرحبا، يعطيكم العافية. نحكي اليوم بالحلقة 17 عن شيء مهم في هذا الموقع اللي هو زيارة كندا. طبعا في ناس لسه بتسألني كيف ندخل على موقع الإميجريشن الكندي، بس تدخل على جوجل تكتب CIC Citizenship and Immigration Canada، مختصرة لثلاث أحرف Citizenship or Citizenship Canada Immigration and Citizenship whatever. المهم هذا الموقع ممكن تحفظوه اللي هو www.canada.ca/services/immigration، بس راح يكون طويل، فعشان هيك ادخل على CIC. الآن ندخل على الموقع. احنا حكينا عن كل هاي الشغلات، الآن بدنا نحكي عن الفيزيت أو زيارة كندا. طبعا في بعض الدول اللي مسموح لها تزور كندا بدون فيز. هاي الدول مثلا أمريكا، الاتحاد الأوروبي. في حال كان معك جواز من هاي الدول، بتحتاج لشغلة اسمها ETA Electronic Travel Authorization. ETA سهل تقدم لها، تقدم لها مينيموم 24 ساعة قبل ما تدخل كندا. سعرها 7 دولار كندي، يعني حوالي 5 دولار أمريكي، و easy to get it. تاخذها اونلاين، تدخل بتكون معك وانتهى الموضوع. الان الدول اللي ما عندها او بدها فيزا، ممكن تلاقي اسم الدولة هون في find if you need a visa، بتكتب نوع الباسبورت، مثلا نحكي خلينا نحكي انه باسبورت مثلا ايجيبت، هاي ايجيبت. اذا عندك citizen of Canada or another country، طبعا لا، انت جاي زيارة. اذا عندك green card في امريكا، لا. اذا عندك green card في امريكا بتقدر تدخل كندا بدون فيزا. What do you plan to do? Visit family and friend. Are you visiting children or grandchildren? No. Okay. You need a visa. You need a visitor visa. Okay. هذا بسيط يعني. Okay. هلا هون زي ما حكينا هذا بس للدول اللي ما بتحتاج فيزا. Stay in Canada longer. هذا إذا أنت معك فيزا وبدك تمد الفيزا، يعني أنت الفيزا بعطوك إياها مثلا لست أشهر. على هذا العادة، عادة بعطوا لست أشهر، أحيانا بعطوها لثلاث أشهر، أحيانا بعطوها لشهر، حسب الريكورد تبع الفيز تبعتك. هذا إذا بدك تزور كندا on business trip. عادة هدول بكون معهم زي invitation أو دعوة من شركة أو مؤسسة كندية عشان يجوا هون يشتغلوا بالبزنس. سوري، هاي دعايات، يشتغلوا في البزنس. طبعا هاي again لها بروسس لحالها، واعتقد انه عادة الorganization او البزنس companies بيسووا لك اياها وبسهلوا لك اياها، ما نحن نحكي عنها كتير، بس in case you need it. الان هاي الابليكيشن for visitor visa، معظم الحالات اللي هم الحالتين هدول، هاي الثالث حالة اللي هو ترانزيت، اذا انت رايح مثلا امريكا وبدك تجلس في كندا يومين ثلاث بدك ترانزيت فيزا. هاي البوردر انفورميشن حنحكي عنها بعدين، بس معظم الحالات اللي هدول يا فيزيتور فيزا يا فيزا فور يور تشيلدرن اور جراند تشيلدرن. خلينا نشوف الفيزيتور فيزا. عادة الفيزيتور فيزا هاي الفيز تبعتها 100 دولار. طبعا كل processing time من دولة لدولة بيختلف. الفيزيتور فيزا بسموها temporary residence visa، هاي عشان تدخلك عن طريق الكنديان ايربورتس. اوكي، سو اذا انت بدك تدخل سوري سو
زي ما حكيت لك هون most visitor can stay for up of 6 months، يعني الماكسيموم تقدر تعيشه في كندا إذا أنت visitors 6 months. هلا مش شرط إنه يعطيك 6 months، على ال point of entry لما تدخل كندا على المدخل بسألك شو سبب زيارتك و و و وإمتى بدك ترجع، وهو بعطيك المدة. طبعا هون بحكي لك عن انه كيف لازم يكون معك، تكون عارف انك eligible ولا لا. هون eligible لازم يكون معك باسبورت، تكون في صحة كويسة، ما يكون عندك criminals او مشاكل قانونية او محكوم في دولتك. طبعا حكم حكم جنائي مش حكم مثلا سياسي او شغله. convince an immigrant officer، انت بدك تقنع الاوفيسرز اللي موجود على الاميجريشن بوردر اللي بده يحكي معك انه انت حترجع، في عندك مصاري، في عندك شغل، في عندك بيت، في عندك فاميلي. فعشان هيك احيانا لما انت تقدم بدون عيلتك بكون احسن، يكون عندك شغل جايب انه معك إجازة عمل مثلا لمدة شهر ممكن تساعدك، و have enough money to stay. يعني في ناس بيجي بيقدم على الفيزا ما معه مصاري، ما بنفع. انت عارف هون جاي على كندا مثلا جاي على شهر، لازم يكون معك أقل شيء 5 ل 10 آلاف دولار في البنك أكاونت عشان يعرفوا انك فعلا ممكن تصرف على حالك. اوكي، هلا ممكن يطلبوا منك medical exam و letter of invitation. خلينا نحكي عن هاي الشغلة letter of invitation. هلا letter of invitation اي واحد موجود في كندا ممكن يكتب لك اياها، لكن يعني انا مع خبرتي فيها كتبتها لبعض الاصدقاء، لا تنفع ولا تزيد ولا تنقص. طبعا عاده بكتبوا لهذا اللي بكتب لك letter of invitation بيحكي انا بخلي مسؤوليتي من اي طلب مالي او اشياء ماليه او تبعات ماليه لزيارته، فهو بده يصرف على حاله ويكون بتطلع عليها. عادة الشغلات اللي بكتبها بكتب شغلات عنوانه تاريخ ميلاده، طبعا لازم يكون موجود في كندا legally، مثلا هو مع فيزا دراسة، فيزا عمل، مقيم أو citizen. بحط بعض الدوكومنتس اللي عنده اللي بتثبت ذلك وببعث له إياها، هو بقدمها مع اللتر. أوكي، هلأ اباء بس، اذا بدك تجيب ابوك وابوك وامك للسوبر فيزا، بسموها السوبر فيزا، هاي اللي هي مدتها 10 سنوات، بيقدروا يقعدوا سنتين ماكسيموم في كل مره. لازم برضو فوق اللتر هاي تعطي بروميس انك انت فاينانشلي بتكتبها فيري اي بروميس انا كذا كذا، اي بروميس انه ادفع كل تكاليف وجود اهلي عندي خلال وجودهم في كندا. بلس الشغل اللي مش كاتبينه هون، لازم تجيب لهم تأمين صحي عشان يقدروا يعيشوا في كندا، لأنه لا سمح الله صار فيهم شيء، مش بس عشان الحكومة، عشانك أنت، لأنه في ناس باعوا فعليا بيوتهم لأنه صار مع أهلهم. في واحد صار معه جلطة قلبية وقعد في المستشفى حوالي 15 يوم، اضطر يعمل عملية، وبعديها طبعا كلفته حوالي 350 ألف، فاضطر أنه يبيع بيته كله. والشغل الثاني عشان تقدر تعمل هاي البيرنتس فيزا، ان يكون عندك بروف اوف انكم، يعني لازم يكون عندك فلوس. ما بتقدر تكون والله انت قاعد هون على مساعدة الدولة وتروح تجيب اهلك وتقول انا بدي اجيبهم عشان يعيشوا عندي. طبعا هذا المبلغ بيعتمد على عدد افراد الاسرة اللي عندك. مثال نحكي انت عدد افراد اسرتك 4، اب وام وولدين، اوكي، وبدك تجيب امك وابو امك مثلا، اوكي، فمعناها بدك تكون عندك income يكفي لخمس أشخاص، اللي لازم يكون عندك أقل إشي 52 ألف دولار سنوي. أوكي، لازم يكون عندك income 52 ألف دولار سنوي، ويعني مش عالي كتير بس هذا المينيموم اللي لازم يكون عندك. أوكي، so هاي بالنسبة لل letter of invitations. سهل تكتبها، إذا بدك مثلا أمثلة في موجود على موقع، بس اكتب letter of invitations samples Canada وبطلع لك عدة مواقع فيها. طبعا ما بتقدر تدخل كندا اذا عندك criminal activities، يعني عندك مشاكل او حكم جنائي، عندك مشاكل بالhuman rights بحقوق الانسان،
او انت بتسوي كرايمز، يعني بتسوي عصابات ومع عصابات، طبعا هاي ممنوعة. هون بحكي عن الاطفال اللي بيجوا على اللي بدهم يجوا على كندا، اذا بده يجوا كيف بيقدروا يجوا. خلينا نحكي كيف الابليكيشن. اوكي، اول اشي بدك تروح تسوي البيومتريكس. البيومتريكس هاي كثير احيانا بسووها، بتضطر تسويها في السفارة الكندية، تبصيم زائد بصمة العين. سهلة جدا. بعدين بتروح على اونلاين، بتعمل ابلكيشن. هذا الابلكيشن بس تخلصه بتعبي فيه كل الامور، وبتشوف الدولة اللي انت موجود فيها عشان يروح يسوي البيومتريكس، وبتكمل الاجراءات من هناك. طبعا لازم تحط يور رقم الجواز السفر، تاريخ انتهائه، وكلهم تاريخ جواز السفر لازم يكون اقل شيء من تاريخ دخولك لكندا 6 اشهر فالد، اقل شيء، غير هيك ما حيعطوك الفيزا. فاذا جوازك قرب ينتهي ضايل له 7 8 اشهر، روح جدده قبل ما تعمل الفيزا. طبعا بس يقولوا لك اوكي تعال خذ الفيزا، بتبعت جواز سفرك للسفارة، والسفارة بحطوا لك الفيزا. زي ما حكينا بدك تعمل فوتو بايومتريكس اللي هي تبصيم، هاي ممكن تأخذ مبالغ ثانية غير الفيزا ابليكيشن. بيعتمد، ممكن يطلبوا منك ميديكال اكزام اذا شاكين في الموضوع، ممكن يطلبوا منك بوليس سيرتيفيكيت او شهادة عدم محكومية بسموها. هلا اذا اخذت الفيزا ساعتها بتقدر تحجز، بختموا لك اياها على الجواز، بدي اورجيكم مثال عليها. كنيديان فيزا، في امثله كتير، يعني خلينا نشوف ايمجز، بتكون زي هيك شكلها. اوكي، اذا اخذت الفيزا على الجواز اوريدي بتروح تشتري تيكتكس وبتيجي على كندا. عاده رح توصل على احد اكبر 10 مطارات في كندا، ومعظم الحالات خاصه اللي جايين من الشرق الاوسط بوصلوا يا مونتريال يا تورونو. فاذا انت وصلت موريال او مونتريال حسب هذا، بتجيب بتدخل عن طريق ايربورت اسمه بيير ترودو، وإذا دخلت عن طريق تورونو بتدخل على مطار تورونو أو بيرسون. أوكي، بس تدخل الآن بتقدر تعيش، ما بتقدر تشتغل للمدة اللي بيعطوك إياها، حكينا نورمالي 6 مانث. هلا بدنا نرجع ونحكي عن ال parents visa. هنرجع هون اللي هو فيزا للأب والأم أو الجد والجد. أوكي، طبعا الأب والأم والجد والجد لهم شغلتين ممكن تسوي لهم فيزا، نوعين. الفيزا الأولى اسمها فيزا سوري بسموها الفيزا العادية اللي هي فيزيتر فيزا، والفيزا الثانية بسموها سوبر فيزا. أوكي، السوبر فيزا سهلة جدا لكنها بتتطلب دخل، يعني لازم يكون عندك دخل قوي، أقوى من، لأنك هي عبارة عن إنك بدك تجيب أهلك أمك وأبوك يعيشوا معك، بس ما معهم إقامة دائمة، بس بيقدروا يعيشوا سنتين معكو، بيضطروا إنه يطلعوا بعد السنتين أو خلال السنتين عشان يقدروا يدخلوا مرة تانية بدون فيزا. الفيزا تبعتهم بتكون 10 سنوات من عملها، فهي فيزا لمدة 10 سنوات، بس بتكون زي ما حكينا بتقدر يعيشوا الأهل معكو، أنت بتصرف عليهم، تأمين الصحي عليك، ما بيقدر ياخذوا أي معاشات من الحكومة، ممكن يروح على أكتيفيتيز للكبار والسينيورز اللي موجودة، بس ما بياخذوا أي بنفيتس من الحكومة. هيك بنكون خلصنا موضوع الفيز. طبعا رح نحكي بالقريب جدا إن شاء الله، رح نجلس مع مستشار هجرة ونتكلم معاه عن عدة أسئلة سألتوها ونجاوبها قدر الاستطاعة. خليكم معنا إن شاء الله، وفي حلقات تانية، واعملوا سبسكرايب بليز لهاي القناة،
وشير لأصدقائك عشان يستفيدوا من المعلومات. إذا أعجبك هذا الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب للقناة واعملوا شير مع أصحابك.